بسم الله الرحمن الرحيم، إخواني وأخواتي، أسعد الله مساءكم بكل خير. معكم أخوكم محمد عيد، 33 سنة، عضو أحد مؤسسين فريق الدايمونز العالمي. طبعا اليوم كلكم مدعوين لتتعرفوا لفكرة شركة دوبلي العالمية. بس في البداية شباب، قبل ما نبدأ في المحاضرة التعريفية عن شركة دوبلي، يا ريت نتفق على حاجتين جدا 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 مهمين. اول حاجه، لو كان في عندك موبايل، اوكي، واكيد طبعا كلنا عندنا موبايلات، اتمنى انكم تحطوا موبايلاتكم على السايلنت عشان تستفيدوا وتركزوا معانا. ثاني حاجه، يا ريت يكون في جنبك دفتر وقلم، وتسجل جميع اسئلتك واستفساراتك والاشياء اللي مش واضحه عندك، عشان في نهايه المحاضره راح ان شاء الله اجاوبكم على جميع استفساراتكم. نقول بسم الله. طبعا في البدايه شباب، دوبلي تعتبر اكبر بوابه تسوق دولية في العالم. وفي بعض الأسئلة اللي تهم الجميع أنهم يتعرفوا عليها قبل ما نبدأ. أول سؤال، هل تتسوق في حياتك العادية؟ هل يوجد أحد يتسوق من معارفك؟ هل ترى التسوق عن طريق الإنترنت بتوسع كبير؟ هل تعتبر أنه من الذكاء الحصول على سعر خاص عند الشراء؟ هل سمعت عن شبكات التواصل الاجتماعي؟ هل لديك أكثر من 300 اسم في جوالك؟ إذا كانت طبعا على الأقل أربع أجوبة من هذه الأسئلة نعم، فأنت في المكان الصحيح، وأهلا وسهلا فيك معانا في المحاضرة التعريفية لشركة دوبلي العالمية. طبعا شباب، في إحصائيات عالمية ممكن طبعا كلكم ترجعوا لها وتراجعوها وتشوفوها، طبعا هذه الإحصائيات أكيد تهمكم. على سبيل المثال، في سنة 2014 كيف معدل نمو التسوق عبر الإنترنت قاعد يتوسع ويكبر؟ على سبيل المثال، في سنة 2014، تعالوا نلاحظ مع بعض مقدار التسوق اللي صار في سنة 2014 تريليون و500 مليار دولار أمريكي، واللي متوقع في سنة 2017 يكون 2 تريليون و357 مليار دولار أمريكي. السؤال يطرح نفسه شباب، هل تريد الحصول على نسبة من هذه المبالغ؟ طبعا الكل راح يقول لي طبعا نعم. تعالوا مع بعض شباب نتعرف على مين هي شركة دوبلي ومتى تأسست هذه الشركة. الشركة طبعا تأسست في شهر 7 عام 2003، متداولة حاليا بسوق الولايات المتحدة الأمريكية محليا، متوقع أن تطرح في سوق ناسداك في الربع الثاني من عام 2015، الإدارة العامة العالمية في فلوريدا في الولايات المتحدة الأمريكية، الإدارة المسؤولة عن أوروبا متواجدة في ألمانيا، والإدارة المسؤولة عن الشرق الأوسط وقارة آسيا في دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة. طبعا دوبلي هي اكبر بوابه للاسترداد النقدي في العالم، تعطيك كاش باك، يعني استرداد نقدي حقيقي. مركز تسوق عالمي لجميع مشترياتك المباشره، 12 مركز تسوق محلي، موقع الكتروني يدعم 12 لغه عالميه، اكبر موقع لصفقات السفر بالعالم من خلال كبرى شركات الحجوزات، عشرات الالاف من القسائم والعروض الخاصه، مجموعه كبيره من خيارات الترفيه، موقع الكتروني سهل الاستخدام، شريط ادوات الاسترداد النقدي. طبعا هذا كله جميل وممتاز ورائع، بس عاوزين وحابين نعرف مين وراء هذه الشركه الرائعه. طبعا وراء هذه الشركه الرائعه ومؤسس هذه الشركه السيد مايكل هانسن، طبعا هو دنماركي وملياردير في مجال العقارات، وعنده خبره كبيره في مجال الدايركت سيلينج والنتورك ماركتينج. هذا الشخص بعد محقق ثروه كبيره في الدايركت سيلينج وفي النتورك ماركتينج، قرر ان يفتح شركه دوبلي العالميه. بس لما قرر يفتح الشركه هاي، قال لك اليوم انا عندي الحمد لله راس المال، بس انا محتاج عشان عندي رؤيه واضحه ورؤيه كبيره عشان اخلي شركتي رقم واحد في العالم، محتاج عقول اقوى مني. وعلى هذا الاساس جاب معه في مجلس الاداره الشخص الخامس في شركه مايكروسوفت اللي اسمه بلاس موروس. طبعا بلاس موروس هو واحد من اكثر الناس شهره في العالم في مايكروسوفت، يعتبر رقم خمسه في مايكروسوفت، وكلنا عارفين مين هي مايكروسوفت وشو مقدار حجمها وشو نجاحاتها في العالم. بالاضافه جاب معه في مجلس الاداره مستر ريستر، وهو واحد من عمالقه الوول ستريت في امريكا، بالاضافه لمستر ديفيد اللي واحد طبعا من اكثر المحامين القانونيين المشهور في العالم، بالاضافه لمستر بيكي كارلا واحد من مؤسسين طيران الامارات لما كان طيران الامارات يمتلك طياره واحده، ومجموعه كبيره من الخبراء والناس القانونيين والناس اللي عنده خبره كبيره في المجال الاقتصادي. ممتاز. قنوات التلفاز العالميه كثير تكلمت عن الطفره اللي سوتها دوبلي والطفره اللي سواها مستر مايكل هانسن في العالم، ممكن تشوفوها على اليوتيوب، اليوتيوب تراجعوها بنفسكم. طبعا
دوبلي احنا تكلمنا قاعد تعطينا كاش باك حقيقي، طيب الكاش الباك الحقيقي اللي قاعد تعطينا اياه شو هو ومع مين نتعامل معه وكيف حنحصل عليه؟ راح نشوف مع بعض. حاليا عندنا مجموعه كبيره من الماركات العالميه اللي تتعامل معها دوبلي، وعندهم اكثر من 10,000 ماركه عالميه تتعامل معاها دوبلي. بس طبعا احنا ما اقدر اليوم اعطيكم كل الماركات هاي، اوكي، راح اعطيكم نبذه سريعه عن بعض الماركات. على سبيل المثال في مجال البقاله والسلع المنزليه عندنا وول مارت. وول مارت هذا يعتبر للناس اللي سافرت اوروبا وامريكا عارفين طبعا وول مارت اكبر بكثير من كارفور، وقاعد يعطيك استرداد مالي حقيقي تقريبا 7% كاش باك. بالاضافه عندنا ليجو، عندك كيمار، تويز ار اس، طبعا هوم شوب، عندك ماركات عالميه كبيره وراح نتعرف عليها مع بعض بعد شوي. بالاضافه في عندنا اللي هو السفر والرحلات والفنادق والترفيه، وهذه من اكثر الاشياء اللي انا شخصيا اعشقها واحبها، لان الحمد لله احب السفر واحب اني اسكن في فنادق الفايف ستارز. وعلى هذا الاساس شركه دوبلي اليوم تعاقدت مع اكبر شركه حجوزات في العالم اللي هي شركه برايس لاين. برايس لاين قاعد تقدم لك خصومات او كاش باك بما يعادل 11%. عندنا اكسبيديا، عندك ايفز، عندك اجودا، عندك طيران القطريه، عندك اتلانتس، عندك hotels.com اللي قاعد يقدم لك 11.8 كاش باك او استرداد مالي حقيقي. ولما تتكلم الشباب عن hotels.com يعني انت قاعد تتكلم على جميع الفنادق في العالم بدون اي استثناء. ممتاز. بالاضافه لمجال الالكترونيات والاجهزه الكمبيوتر عندنا طبعا العملاق الكبير ابل، عندنا ديل، عندنا سامسونج، توشيبا، ايسر، ماك مول، عندنا سوني، بيست باي، اتش بي، عندنا جميع الماركات هاي وقاعده تقدم لك كاش باك بنسب مختلفه. بالاضافه لمجال الاحذيه والملابس والاكسسوارات عندكم على سبيل المثال تومي هيلفيجر قاعد يعطيك 10.6، عندك نايك، عندك فيلا، عندك فور ايفر 21، عندك رالف لورن، عندك دي كي ان واي، زائد جونيتشيك.com اللي هو قاعد يقدم لك استرداد نقدي بمقدار 15.7%، فهو استرداد مالي كبير مش بسيط. ممتاز. بالاضافه لمجال التامينات والاتصالات واشياء مختلفه عندنا السكايب قاعد يقدم لك 25%، عندك اي تي ان تي، عندك الينز، عندك سي فور قاعد يقدم 9.8، وبادي شوب قاعد يقدم 16.2. بشكل بسيط شباب شو هو مفهوم الاسترداد النقدي مع دوبلي؟ بشكل بسيط اليوم انت كشخص عادي اليوم قاعد على جهاز الكمبيوتر خاص فيك انت، قمت بعمليه شراء لاي حاجه او اي سلعه عن طريق الانترنت، حاجه انت حابها حاب تشتريها. لو هذه الاشياء كانت متعاقده مع دوبلي تمام وقمت بعمليه الشراء انت، طبعا هذه الشركات راح تقدم عموله لمين؟ لدوبلي. دوبلي بالتالي شو راح تسوي؟ راح تاخذ نسبه من هذه العموله وراح ترجع حاجه اسمها استرداد نقدي لك انت كزبون، تمام؟ طيب خلينا نشوف كيف راح يشتغل هذا الموضوع. بشكل بسيط انت راح تروح على موقع الشركه دوبلي.com، في عندك شيء اسمه تول بار او شريط الادوات راح تنزله عندك على جهاز الكمبيوتر، وطبعا هذا يدعم الكروم والفايرفوكس. شو حتسوي؟ بشكل بسيط راح تروح على محرك البحث اللي هو الجوجل اللي هو كل الناس تستخدمه. لو على سبيل المثال هنا في السيرش انجن كتبت مثلا الكترونكس، وانت قاعد تسوي عمليه البحث العاديه اللي انت متعود عليها راح تلاقي راح يجيك هنا مسج. المسج هذا يقول لك لحظه، هذه الشركه قاعد تتعامل مع دوبلي وقاعد تقدم استرداد نقدي بمقدار كذا، تمام؟ لو حابب انك تشتري من عندها فقط اضغط على جو تو ستور. طيب السؤال، هل انت راح تشتري من دوبلي او عن طريق دوبلي؟ انت راح تشتري عن طريق دوبلي مش من دوبلي، تمام؟ فوين حتروح؟ راح تروح على موقع الشراء الاصلي. كل اللي عليك فقط تسوي تضغط على اكتيفيت كاش باك علشان تاخذ كل الفاسيلتيز وكل الحوافز اللي انت تستحقها. طيب خلينا الشباب بشكل بسيط نعرف شو هي الباقات اللي موجوده مع دوبلي وانتم اليوم ممكن تسجلوا فيها. في عندنا باقتين لازم نفرق بينهم شباب، شو هم الباقتين هذول؟ عندنا اول باقه، باقه المتسوقين، وفي عندنا باقه المسوقين. باقة المتسوقين تنقسم لفئتين، وباقة المسوقين تنقسم لفئتين. باقة المتسوقين في البداية راح أتكلم عنها ممكن تسجل فيها مجانا، نعم مثل ما سمعتوني مجانا، وراح تاخذ ويلكم بونص أو رسالة ترحيبية من الشركة في حسابك الخاص $10 أمريكي كهدية من الشركة. طيب
شباب خلينا نرجع مع بعض بشكل بسيط وسريع. شباب كلنا عارفين ثورة الإيكوميرس وثورة على سبيل المثال الفيسبوك وسرعة انتشار الفيسبوك. في 6-7 سنوات الفيسبوك وصل لتقريبا 1,300,000,000 بني آدم، والفيسبوك موقع مجاني مش قاعد يعطيك ولا دولار. تخيل انت اليوم تسجل في اكبر بوابة تسوق الكترونية في العالم مجانا مجانا، وقاعد تشتري المنتجات من المواقع الاساسية الرئيسية، وقاعد تاخذ على كاش باك حقيقي، وتاخذ في اكاونتك 10 دولار. مين برايك راح يكون انتشاره اسرع؟ بكل تأكيد راح يكون انتشار وسرعة دوبلي اكبر 1,000,000 مرة من انتشار الفيسبوك. ممتاز، هذه اول باقة. الباقة الثانية هي لباقة المتسوقين، باقة الفي اي بي. والفي اي بي طبعا سعرها 49.5 دولار، طبعا هاي اشتراك سنوي. شو الفرق بين الفي اي بي والفي؟ بشكل بسيط الفي اي بي لو رحنا هنا مثلا على سبيل المثال شفنا على موقع hotels.com، hotels.com قاعد يعطي باقة الفري 5.8 كاسترداد مالي، للفي اي بي قاعد يرجع له 11.8 كاسترداد مالي حقيقي. هذه أول فائدة، أن الفي اي بي قاعد ياخذ 6% أكثر من الفري ككاش باك. الفائدة الثانية أن الفي اي بي قاعد يحصل على ماستر كارد دوبلي عشان يقدر يسحب فيها عمولاته، بالإضافة للحوافز الثانية اللي ممكن نتعرف عليها مع بعض في وقت لاحق. كيف تسحبوا عمولاتكم؟ عن طريق ماستر كارد دوبلي أو باي بال، أو عن طريق تحويله للبنك أكاونت الخاص فيك أنت عن طريق الآيبان والسويفت كود الخاص في البنك اللي عندك. ممتاز، اشترك الآن وابدأ بالاسترداد النقدي وعيش حياتك مثل ما أنت تحب. طبعا الشباب اللي ذكرناه قبل شوية كان هو ملخص سريع عن باقة المتسوقين، الناس اللي حابين يتسوقوا ويسووا شوبينج ويعيشوا حياتهم وياخذوا الكاش باك من الشركات العالمية هاي. لكن اليوم دوبلي في عندها فرصة كبيرة. شو الفرصة الكبيرة هاي اللي جايين نتكلم عنها اليوم مع بعض ونستفيد منها، ومن خلالها ممكن اي شخص فيكم اليوم يكون في عنده مدخول كبير، زائد انك ممكن تساعد نفسك وتساعد فئه كبيره من الناس اللي يحبوك ويثقوا فيك. ركزوا معي شباب في الربع ساعه اللي جايه لانها فعلا تستاهل، وممكن تكون ربع ساعه اللي تغير مجرى حياتك بالكامل. شو هي الفرصه الكبيره عند دوبلي؟ في عندهم باقتين اللي هم خاصين في المسوقين. شو هي الباقتين هاي؟ اول باقه اسمها تيم ممبر. التيم ممبر قيمتها 594 دولار امريكي، والباقه الثانيه اسمها بارتنر بروجرامز اكسلريترز. طبعا هذه الباقه قيمتها 2,475 دولار امريكي. شو الفرق بين الباقتين؟ تعالوا نتعرف عليهم مع بعض. اول باقه اللي هي البي اي ب 594 دولار، اول حاجه راح تحصل عليها انك تكون وكيل دولي معتمد مدى الحياه لدى شركه دوبلي. ثاني حاجه راح تاخذ تدريبات متنوعه معتمده عن طريق دوبلي اكاديمي، راح تتعرف عليها وتتعلم عليها هاي التدريبات اونلاين. ثالث حاجه راح تاخذها 10 قسائم في اي بي، ومثل ما اتفقنا شباب قبل شوي ان قسيمه الفي اي بي كم سعرها؟ 49.5 دولار. عندك 10 قسائم موجوده في حسابك في اكاونتك في دوبلي عند اشتراكك في هذه الباقه، بالاضافه عندك قسائم وكوبونات سفر وتسوق تفوق ال 500 دولار امريكي. هذه الباقة الصغيرة. الباقة الكبيرة نفس اللي ذكرناه، بس بدل 10 قسائم راح يكون عندك 50 قسيمة في اي بي اللي هي ب 49.5 دولار، زائد عندك قسائم وكوبونات سفر وتسوق تفوق ال 2,500 دولار امريكي. طبعا بالاضافة في عندك برنامج اكاديمي للتعامل مع الشركات. كيف يعني؟ اليوم انت من خلال الباقة هاي راح تقدر تسجل معاك شركات كبيرة تحت مظلتك في الشبكة الخاصة فيك انت، وراح نتعرف على الموضوع هذا بشكل مفصل في ورشة العمل الخاصة بدوبلي. يعني اليوم انت عندك الباقة الاولى ب 594 دولار، الباقة الثانية ب 2,475 دولار، بس الحلو الباقة الكبيرة انت موفر كل الحوافز هذه، يعني اللي دفعته في اليمين انت خدت اكثر منه باليسار. ممتاز، هذه اول حاجة على الباقتين. طيب كيف اليوم انت لما تسجل في دوبلي راح تبدا تبني فريق العمل الخاص فيك او فريق المتسوقين؟ شو راح تسوي؟ كيف راح تبدا؟ مجرد ما اشتركت عن طريق الباقه الصغيره والباقه الكبيره راح تحصل على رابط شخصي خاص فيك انت، وهذا الرابط الشخصي تبعك انت راح تبدا توزعه
على مين؟ على أصدقائك، معارفك، الناس اللي يحبوك تعرفهم في العالم، ويسجلوا معاك فري أو في آي بي. طب كيف راح توزع هذا الرابط؟ بشكل بسيط، عن طريق واتساب، فيسبوك، تويتر، انستغرام، تكلمهم بشكل مباشر، طبعا عن طريق التواصل الاجتماعي وصفحات التواصل الاجتماعي اللي كنا عارفينها. ممتاز. هذا الموضوع طبعا شو راح يصير فيه شباب؟ فري وفي اي بي قاعدين نتكلم. الناس طبعا بتبدا تسجل فري وفي اي بي وتبدا الموضوع ينتشر. ممكن بعد 6 شهور، سنه، سنتين يكون عندك 1000 مشترك، 3000، 10000 على سبيل المثال. طيب هذول الناس شباب شو قاعدين يسووا؟ هذول الناس عايشين حياتهم، انت مش قاعد تغير حياتهم. اللي على سبيل المثال حاب يشتري من عند شركه ابل قاعد يشتري من ابل، اللي حاب يشتري من نايك بيشتري من نايك، اللي حاب يسجل في هوتلز دوت كوم بيسجل، بيحجز عن طريق هوتلز دوت كوم، اللي حاب يسافر عن طريق الاتحاد بيسافر، اللي حاب يسافر عن طريق الامارات بيسافر، اللي حاب يشتري سامسونج راح يشتري. والناس طبعا هذول عايشين حياتهم وقاعدين يحصلوا على استرداد نقدي حقيقي، وعايشين ومبسوطين وفرحانين، وبالعكس قاعدين يشكروك ويدعوا لك. طيب الناس هذه قاعده تكبر وتزيد وتنتشر. ممتاز. شو اول فائده انت راح تحصل عليها؟ اول فائده راح تحصل عليها انك راح تاخذ 25% من قيمه الاسترداد النقدي من جميع المتسوقين المباشرين والغير مباشرين في شبكتك انت. كيف يعني؟ تعالوا شباب نسوي مثال بسيط على حجز فندق في هوتلز دوت كوم، وعندنا واحد من الاشخاص اللي مسجل في باقه الفري اللي هو المجاني، وسوى حجز فندق تقريبا ب 2000 دولار امريكي. هذا الشخص 2000 دولار امريكي حجز فندق مثلا لمده اسبوع على سبيل المثال، تمام، في دوله معينه مثلا في تركيا، وهذا كشخص لانه مسجل فري هو يستحق استرداد نقدي 5.8%. 5.8% لو ضربناها في 2000 دولار هذا الشخص راح يرجع له استرداد نقدي 116 دولار امريكي، هذا لو كان طبعا منبر فري او عضو مسجل مجاني. طيب انت كم راح تاخذ منهم؟ راح تاخذ 25% من قيمه ال 116 دولار اللي استحقها هذا الشخص. طب تعالوا نشوف مثال بشكل توضيحي اكبر. كيف يعني؟ لو على سبيل المثال شباب اليوم سجلت 10 اشخاص في اي بي، وهذول ال 10 اشخاص كل واحد فيهم سجل 7 اشخاص فري خلال سنه سنتين على سبيل المثال، وبعد سنه سنتين فرضا كان عندك 3000 متسوق فري وفي اي بي، تمام، وكل واحد فيهم في خلال سنه كامله مجموع المشتريات والشوبينج والحجوزات اللي سواها في سنه كامله على سبيل المثال في اضعف الاحتمالات فقط 2000 دولار، فقط 2000 دولار في سنه كامله، تمام. هذا الشخص يستحق استرداد نقدي كم مقداره؟ 116 دولار. طب انت كم لازم تستحق منهم ال 116 دولار؟ انت تستحق 25% منهم اللي هو كم؟ 25% من 116 يعني تقريبا 29 دولار امريكي. طب 29 دولار امريكي لو قلنا كان عندك بعد سنه سنتين 3000 متسوق، فانت فعليا ما سويت شيء، ما غيرت عادات وطبائع البشر، ناس عايشه حياتها وانت قاعد تقدم لهم خدمه انهم يوفروا على نفسهم. من الخدمه هاي اللي انت سويتها والناس عايشه حياتهم مبسوطه، انت حصلت على مبلغ 87,000 دولار امريكي. نعم شباب، 87,000 دولار امريكي، 87,000 يعني تقريبا 320,000 درهم اماراتي. من شو سويت شباب؟ ما سويت ولا شيء، اللهم انك اعطيت الناس هاي فرصه انها تتسوق وتعيش حياتها وتوفر على نفسها. طبعا هذا المبلغ ممكن يكون ضرب 2 ضرب 3 ضرب 4، كل ما كان عندك عدد متسوقين اكبر وكل ما كان كميه الشراء اللي قاعدين يسووها اكثر واكبر. ممتاز، هذه اول فائده. طيب اليوم انت على سبيل المثال صار عندك شبكه من المتسوقين. جاني واحد من الشباب شو قال لي؟ قال لي محمد طب انا اليوم اقدر مثلا اسجل ناس معاي وهذول الناس يكون عندهم شبكه من المتسوقين واستفيد عليهم؟ طبعا. كيف؟ هنا تعالوا نشوف خطه الدخل الثانيه اللي موجوده عند دوبلي، والخطه هي الرائعه واللي كثير ناس يحبوها ويعشقوا الخطه هاي اللي هي الباينري. طبعا انت اليوم اشتركت، هذا انت اليوم، تمام، عندك رقم الحساب الخاص فيك انت. على سبيل المثال حبيت تسجل معك شخصين، فرضا ساره وفرضا على ايدك اليسار طارق وساره على اليمين. طبعا ساره عندها رقم التعريف الخاص فيها وطارق عنده رقم التعريف الخاص فيه. طبعا اول حاجه انت عندك عدد غير محدود من الشركاء المباشرين، ممكن تجيب 1 5 10 1000، انت حر انليمتد. اول فائده راح تاخذها انك راح تاخذ 10% على مبيعاتك المباشره من قيمه
الباقه اللي هم اشتروها. طب احنا قلنا باقتين، فرضا ساره اليوم اشتركت في الباقه الصغيره اوكي اللي هي ب 594 دولار، فانت تستحق عموله مباشره 49 دولار ونص راح تنزل في حسابك بشكل مباشر. فلنفرض طارق سجل في الباقه الكبيره اللي هي ب 2475 دولار، فانت راح تاخذ عموله مباشره 247 دولار ونص. ممتاز. طيب تعالوا الشباب نشوف مع بعض خطه الدخل الثنائيه كيف تشتغل وكيف تمشي. بشكل بسيط اليوم انت هنا عندك ساره على يمينك وعندك طارق على يسارك. شركه دوبلي عندها خطه دخل جدا بسيطه وسهله، شو هي؟ تقول لك كل ما يكون عندك شخص على يمينك مقابل شخص على يسارك في الباقه الصغيره اللي هي ب 594 دولار، انت كونت خطوه، وكل خطوه قاعد تاخذ عليها 40 دولار امريكي. لو سجلت واحد في الباقه الكبيره على ايدك اليمين وواحد في الباقه الكبيره على ايدك اليسار اللي هي ب 2475 دولار، انت راح تحصل على 240 دولار امريكي. يعني انت اليوم اللي بايدك تحدد مستوى دخلك عن طريق تسجل ناس في الباقه الصغيره او في الباقه الكبيره، هذا طبعا شيء يرجع لك انت وحسب التيم اللي انت شغال معاه وحسب الفيجن والرؤيه الخاصه فيك انت. ممتاز. خلينا نتكلم الحين عن الباقه الصغيره اللي هي ب 594 دولار. كل شخص سجل يمين، شخص مقابله يسار راح تاخذ 40 دولار، وهنا راح تكون خطوه. الشخص الثاني يمين، الشخص الثاني يسار 40 دولار، الشخص الثالث يمين، ثالث يسار 40 دولار، الرابع يمين، رابع يسار 40 دولار، الخامس على اليمين مقابل خامس على اليسار راح تكون دوره، وكل دوره راح تاخذ عليها 80 دولار الضعف. خلينا نراجعها شباب، اول يمين اول يمين مع اول يسار 40، ثاني واحد يمين واحد يسار 40، ثالث واحد يمين واحد يسار 40، رابع واحد يمين واحد يسار 40، خامس واحد على اليمين واحد على اليسار 80 دولار الضعف. تمام؟ طيب شباب حيجي واحد يسالني اليوم يقول لي مثلا اخوي محمد عندي اربع او خمس اشخاص هنا اليوم ما في حد يعادلهم على الناحيه الثانيه، هل هذول الاشخاص بيروحوا عليك؟ ما بيروحوا عليك، راح يظلوا موجودين عندك رصيد لغايه ما توازنهم وتعادلهم انت وفريقك في الناحيه الثانيه. ممتاز. طبعا كسقف للعمولات على موقع العمل الواحد عندك الماكسيمم تستلم في الاسبوع على موقع العمل واحد فقط 25000 دولار كحد اقصى لموقع العمل واحد، وهنا طبعا انت عندك فرصه انك تاخذ موقع او موقعين او ثلاث مواقع عشان تضاعف مدخولك لو انت حابب. اليوم شباب راح نتكلم عن الخطه الرابعه اللي هي من اكثر الخطط اللي انا عشقتها في حياتي، وانا اليوم الخطه هذه اللي فعلا احترمت دوبلي جدا عشانها، وفعلا عشقت دوبلي عشانها. ليش؟ اليوم دوبلي فرقت بين الانسان النشيط والانسان الانشط، وفرقت بهالشيء بشكل بسيط وبشكل جدا يعني بسيط ومتواضع، اللي هو موضوع الرتب. شو موضوع الرتب؟ اليوم بشكل بسيط شباب دوبلي عندها خمس رتب، عندهم على سبيل المثال اول رتبه اسمها تيم ليدر اللي بيسجل في الباقه الكبيره اللي هي ب 2475 دولار، طبعا راح تكون على طول تيم ليدر. تمام؟ التيم ليدر، بعدين في عندك تيم كوردينيتر، بعدين في عندك سيلز دايركتور، فايس بريزيدنت، سينيور فايس بريزيدنت، وعشان تحصل عليهم او توصل لهم شباب مش صعبين. يعني التيم ممبر على سبيل المثال الشخص اللي سجل في الباقه الصغيره اللي هي ب 594 دولار عشان يصير تيم ليدر فقط محتاج يسجل معاه ثلاث اشخاص، والتيم ليدر هذا عشان يصير تيم كوردينيتر فقط يسجل معاه هذول الثلاثه سجلهم، كل واحد سجل ثلاث اشخاص صار تيم كوردينيتر، والسيلز دايركتور كذلك، والفايس بريزيدنت كذلك، والسينيور فايس بريزيدنت كذلك. طيب ممتاز. الحين شباب واحده من اروع الخطط اللي سمعتها في حياتي اللي هي خطه الاجيال. شو هي خطه الاجيال شباب؟ بشكل بسيط خطه الاجيال الشركه اليوم حلت التحدي الكبير اللي كانوا كل الشباب في العالم يواجهوه في شركات ثانيه. شو هو التحدي هذا؟ كثير من الشركات الثانيه قال لك اليوم انا ابدا اشتغل في النتورك واساعد الشباب واكبر الفريق وادعم الفريق والفريق هذا ينتشر ويكبر، لكن بعد فتره عندي طرف يكون طاير والطرف الثاني يتوقف لسبب ما. شو راح يصير؟ بالتالي دخلك راح يوقف. هذه في الشركات الثانيه، ولكن اليوم انتم مع دوبلي المشكله والتحدي الكبير هذا انحل. ما عندنا هاي المشكله بعد اليوم مع دوبلي. ليش؟ لان اليوم دوبلي شو تقول لك في خطه الاجيال بشكل بسيط؟ اليوم انت لو على سبيل المثال سجلت ست اشخاص بشكل مباشر، هذول الاشخاص سجلتهم بشكل مباشر، واحده من الخطط اللي راح تحصل عليها على عمولات
هذول الاشخاص راح تاخذ 10%، ركزوا معي شباب، راح تاخذوا 10% من قيمه مدخولهم بدون ما ينقص مدخولهم ولا دولار. يعني على سبيل المثال لو سجلت 6 اشخاص وكل واحد فيهم قاعد ياخذ 10,000 دولار في الاسبوع، انت قاعد تاخذ 1000 1000 1000 1000 وطبعا من دون ما ينقص ولا دولار من عملاتهم، زائد جميع المشتركين المباشرين والغير مباشرين اللي موجودين في شبكتك انت. طيب الحين الناس هذول كلهم مسجلين عندك مباشرين، يعتبروا بالنسبه لك جيلك الاول. ما دام رتبتك انت اليوم هذه الرتبه، هذا انت اليوم ما دام رتبتك تعتبر اعلى رتبه في كل فريقك. طيب لو افترضنا طبعا مثل ما ذكرنا راح تاخذ 10% على جميع الجيل الاول اللي موجود في شبكتك، لو افترضنا على سبيل المثال هذا الشخص شخص من المباشرين اللي عندك، وهذا الشخص في الشبكه الخاصه فيه، اوكي، جاء واحد هنا كان مثل رتبتك او اعلى من رتبتك، من هذا الشخص وتحت هنا يعتبر بالنسبه لك انت شو؟ جيلك الثاني. ركزوا معي يا شباب، هذا الشخص، اوكي، هذا الشخص كان مثل رتبتك او اعلى منك يعتبر بالنسبه لك جيلك الثاني، وطبعا هذول الباقيين كلهم ما زالوا جيلك الاول، لكن هذا الشخص والنتورك اللي عنده والشبكه اللي عنده صارت بالنسبه لك جيلك الثاني، ومن جيلك الثاني فرضا جاء شخص ثالث وكان رتبته اعلى من رتبتك، هنا هذا الشخص والنتورك اللي عنده الشبكه اللي عنده صارت بالنسبه لك انت جيلك الثالث، وطبعا عندك الجيل الرابع، لكن الباقيين هذول ما زالوا جيلك الاول ما دام انت الرانك تبعك او الرتبه تبعتك اعلى منهم كلهم. ممتاز. عندنا خطه الاجيال حاجه جدا رائعه وممتازه، شو هي الخطه هاي؟ طبعا اليوم احنا اتفقنا انه راح ناخذ 10% على جميع المباشرين بدون ما ينقص من مدخولهم حاجه. الجيل الاول لو كنت تيم ليدر راح تاخذ كم؟ 10% على جيلك الاول. لكن لو كنت مثلا على سبيل المثال سيلز دايركتور راح تاخذ على جيلك الاول 10%، جيلك الثاني 10%، وجيلك الثالث 5%. طب شوفوا شباب اليوم لو كنت سينيور فايس بريزيدنت اللي هي اعلى رتبه موجوده في دوبلي وهي طبعا مش صعبه، تمام؟ راح تاخذ على جيلك الثالث 5% كمان زائد الجيل الرابع 5%. فاليوم شباب مجهودك، حماسك، شغلك مع فريقك، متابعتك، التزامك هو اللي راح يحدد مدى سقف مدخولك. انت اليوم تحدد مدخولك مش اي شخص ثاني. وطبعا اليوم شباب انا ليش ركزت اني اشرح لكم هذه الخطه واركز على السيلز فايس بريزيدنت؟ لانه شركه دوبلي ولله الحمد قدمت عرض، وهذا العرض فقط من 15/11/2014. هذا العرض صار له فقط تقريبا حوالي 3 شهور وشويه، وهذا العرض جدا 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 رائع، وهذا العرض من اكثر العروض اللي خلاني فعلا اتحمس اكثر لدوبلي واكثر واكثر، لانه راح يحقق لي ان شاء الله واحد من احلامي الكبيره اللي كنت دائما احلم واطمح لها. شركه دوبلي اليوم تقول لكم شباب اللي راح يوصل لرتبه سيلز فايس بريزيدنت اللي هي الرتبه هاي اعلى رتبه في خلال 2.5 سنين ويكون مجموع فريقه 2500 شخص اكتف وكواليفايد، في خلال 2.5 سنين 2500 شخص اكتف وكواليفايد راح يحصل على الهديه اللي راح نشوفه مع بعض بعد شوي. ولكن شباب قبل ما نروح على الهديه اللي راح نشوفها كلها مع بعض الحين، حابب اذكركم بحاجه بسيطه. اليوم دوبلي عشان تقدم لك كل الانكم هاي وكل الحوافز هاي وكل المدخول هذا وكل الاشياء الرائعه هاي، دوبلي عندهم شرط واحد صغير فقط. شو هذا الشرط؟ الشركه بتقول لك اليوم انا عشان انت تثبت لي انك انت انسان فعلا حقيقي، انسان عاوز تشتغل، انسان عاوز تحقق احلامك، انسان فعلا عاوز تكبر وانك انسان طموح، المطلوب منك فقط عشان تثبت هالشيء مطلوب منك تسجل شخص واحد كمتسوق في اي بي كل شهر اللي هو ب 49.5 دولار. لو على سبيل المثال الشهر هذا انت سجلت 5 اشخاص في اي بي ب 49.5 دولار، فانت فعال لمده 5 شهور.
لو سجلت 10 اشخاص انت فعال 10 شهور، لو سجلت 20 شخص انت فعال 20 شهر. ليش؟ لانه دوب اليوم تقول لك انا مش عاوز يكون معاي اصنام، انا مش عاوز يكون معاي ابو الهول، ابو الهول موجود في مصر، احنا اليوم عاوزين ناس اكتف، ناس نشيطه، ناس متحمسه، ناس فعلا عاوزه تبني شبكه قويه وعاوزه تحقق احلامها وعاوزه توصل للاشياء اللي هي دائما كانت تطمح لها. وعشان مع بعض الشباب اليوم نوصل لهذا الموضوع لازم ناخذ قرار سليم ولازم ناخذ اكشن. الحلم اللي كان انا بالنسبه لي من زمان ادور عليه صار حقيقه. انا اليوم باستطاعتي مع دوبلي اني احصل على الفيلا اللي طول عمري احلم فيها. وين؟ في كيمن ايلاند، جزيره المشاهير اللي ما فيها تاكس. شباب هذا الحلم ان شاء الله راح يكون حقيقه. بس السؤال، انا اليوم عارف نفسي راح اكون في الجزيره هاي ومتاكد اني راح اكون في الجزيره هاي. السؤال، مين بيحب يكون معنا في الجزيره هاي؟ ومش صعبه، كل المطلوب منك انك تاخذ فعلا قرار، تاخذ اكشن. enough is enough. انت اليوم شو قاعد تسوي؟ قاعد تساعد الناس على الشيء اللي هم بيسووه كل يوم في حياتهم، انت قاعد تقدم لهم يد المساعدة، قاعد تساعد نفسك. وممكن تشتغل في هذا الموضوع متى؟ في وقت فراغك. والحلو عندك كل جميع وسائل الدعم، احنا موجودين، عندك ويبينار، عندك فريق دعم كامل، واحنا دائما موجودين لمصلحتكم ولخدمتكم. شكرا جزيلا شباب على حسن استماعكم، واهلا وسهلا بكم في عالم الاعمال مع شركه دوبلي. For the vice presidents and senior vice presidents of Dubly Network. Located at the north side of the island in an area known as Millionaire's Row, just a short walk from the famous Rums Point, these luxurious condos and villas are offering first-class facilities and many homes with fairway views to our private golf course. With private beach access, the white powder, soft sand, and turquoise water is only footsteps away. Dubly Golf and Beach Resort represents the most privileged lifestyle possible on one of the world's most desired destinations. As a valued member of the prestigious Dubly Network, you can enjoy the unique and picturesque delights of Grand Cayman from the comforts of your private gated Dubly Golf and Beach Resort getaway. Join today and learn how you can get your luxurious getaway.